الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفريم كوكوبن أو كسعضة حل ما نضع قرنك هذا دورنا إياه مصير كدلك يعدي هو قامين لهيد دور الشدة سنك استوي أنا هين تي ده سومالي ده أي وضع دورنا لهيد هو قام كودة هدنا وحكوس كوكوبن تي هدا حل ما نضع وحان مركب وجدين إياه فريم كوكوبن oo tala iyo waano intaba isugu jira waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilkaas uu idin saaray ummada muslimka ah soomaalida ah ee maanta xaaladay ku sugan tahay cidina aan isweydiineyn inaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaliya inaad ku raali gelisaan aad ku dadaashaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala yowm alqiyaama waa idin weydiinayaa وليه الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ورقضت كاس كل عرتي أو قاضي حلك ما نتقيام إله سبحانه وتعالى هدياني أرهنكا كصوبهن أما إبسدان أرهنكاس مسؤولية دا سدي إبسدان إله سبحانه وتعالى هو عرميا لنا هد لمايه إلهنا سبحانه وتعالى طهير مايه نبينا عليه الصلاة والسلام يقول هي إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة حلك الله قال أمضى وأمان آخرنا وقوم إلهي سبحانه وتعالى قوم مضاس إنما تصه وحوي ولا ليا المركة مانتا والجوكتان وحد صومر تامبا دباتو أت صومرتين أو دور شوينك أتكسو أركتين ويدعي كرتا ويدعي كرتا إن دلالوش بحسين ويدعي كرتا إن إنك اللالوش اللي نكون بحي ويدعي كرتا إن وحيال بضن أو سياسة دا ماركتي أوه دقن أوه خاصة مدى ما تجرته إن تصومرتين ولا ويدعي كرتا حد صومرتين بما أنت وحد جوكتان أقل كي أيا دحفة لدان وقال ده وحي لصومري إذن ما بنينا يان إن ما أنت متك لا تقدرتان وحي لصومري أو قلط أه أو لقب يا به دي دعضي إلهي سبحانه وتعالى إن لغته وطكانوه إلهنا سبحانه وتعالى إن بدافل ويدستوه لكن ما أنت هل كان أطفال لذان عد إذن كله هبا يراته إذن كله أود أم حوق إني إذن كو خصبته إناد إيجا دورتان ما جرته هبا يراته ما أنت عد أدربتان أو دمير كين إيا نيا دين إيا أمانة دين إيا دين تين إيا صومال النما دين إيا وضال النما دين آد كو قراتان إني أمد داس مسلحة أطهي أم بدعوت كسين إذكرتا إذكالتنا مسين كرتيت تاسا بالغيا با اني كو نقطو سبب هداد الهي ولتماد اني وخي هره كا دقدو وخ بدن او سو سودنا الهي سبحانه وتعالى او كاغن نبت غليو اجرنا اي كو نقطو marka walaal maanta qalin kaas aad hayso iyo walaashay ku door qofka aad isleedahay ummada Soomaaliyeed wuxuu u noqon kara qof u adeega ama sida cadnima ah ama wadaninima ah wuxuu ku tari kara wax kale to hore u soo dhacayna kuma laazimaha hatta hadii lagu soo dhaariyo ama xoolo lagu sii ama hata taageero lagu fidiyay waxba maanta kama saarna haba yaraatay baadil bay awl ba ahayd baadil kuna wax la fuliyo maaha wax haba yaraatay wax la iska saarna maaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala tawfiiq dahayna waafajiyo ummada soomaaliyeedna waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayna inuu ilaahay dib kala ka saaro ilaahayna subxaanahu wa ta'aala hoggaan daacad ah oo amaan leh oo hoggaan wanaagsan u noqdo oo dadnimadooda iyo wadankooda iyo dalkooda iyo dadkooda ilaaliya inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo hantidoodaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu u soo saaro ummada hoggaan khayr qaba oo adduunyada iyo aakhiraba maslaxadeedu ku jirto ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryayna inuu u soo saaro ilaahay tawfiiq dahayna waafajiyo assalaamu calaykum wa raxmatullaah